قال وزير السياحة هشام زعزوع إن الدولة تواصل العمل على عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم الشركات الجادة التي عانت في المرحلة السابقة. احنا قمنا بتكثيف الجهد عشان نبدأ مشوار الموسم الشتوي اللي بيبدأ رسميا في 1 نوفمبر، له قمتين، قمة الكريسماس والنيو يير، والقمة التانية بتبقى في أعياد الفصح. احنا في جزء قدرنا نقنع المنظمين في آخر الصيف الماضي بعد كان في إحجام على إن هم يطلقوا رحلات إلى بالذات مقاصدنا الشهيرة في الأقصر وأسوان، منهم المجموعة اللي هي بنحتفل معاها بإطلاق هذا المنتج البحري، بتبدأ في نصف ديسمبر في إطلاق أولى رحلاتها، الطيران المباشر من نقاط عديدة من ألمانيا ومن أوروبا إلى مباشرة إلى الأقصر وأسوان. وأعتقد ده هيضيف الكثير لهذا المنتج اللي عانى كثير جدا خلال الفترة الماضية. صدرت الإسماعيلية محاصيل زراعية ونباتات عطرية وطبية بأكثر من نصف مليار دولار لدول عربية وأوروبية منذ بداية العام الجاري. وقال المهندس يسري عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إن جملة الصادرات بلغت 533 مليون دولار، واتجهت إلى إيطاليا ورومانيا والكويت والسعودية وسوريا وروسيا ولبنان والأردن والاتحاد الأوروبي وإنجلترا وفيتنام والسويد.